أهلا بكم مشاهدينا إلى الموجز الاقتصادي. وصف مجلس محافظة واسط الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في بغداد بالعشوائية وغير المدروسة. وقال معاون المحافظ رشيد البديري إن إغلاق الحدود الرسمية في وسط وجنوب العراق خلال الفترة الماضية واستمرار عمل المنافذ غير الرسمية أمر متعمد من قبل حكومة بغداد. وأضاف البديري أن القرارات أثرت سلبيا على 60% من المواطنين، ومنها التباين في التعامل مع التبادل التجاري في المنافذ الحدودية وفتح منافذ دون أخرى. كشفت إحصائيات عن هيئة الجمارك الإيرانية عن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران، موضحة الإحصائيات عن بلوغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران قرابة 9 مليارات و270 مليون دولار. صدرت إيران للعراق ب 8 مليارات و220 مليون دولار، واستوردت منه ب1.05 مليار دولار فقط. وبذلك يكون الميزان التجاري بين العراق وإيران مائلا بنسبة 89% لصالح إيران و 11% فقط لصالح العراق. قال مدير دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان الحالية حسين جاسم إن نشاطات الدائرة توقفت خلال السنوات السابقة بسبب الأزمة المالية. وأضاف جاسم أن دائرة الطرق والجسور أنجزت ما يمثل 17% فقط من الحاجة الكلية التي يجب إضافتها، والبالغة 20,000 كيلومتر جديد من الطرق. ووفق المعدل العالمي يجب أن يكون عدد السيارات في الكيلومتر الواحد أقل من 100 سيارة، وبما أن عدد السيارات في العراق يبلغ 7 ملايين سيارة، فيجب أن يكون طول الطرق في العراق 70,000 كيلومتر على الأقل، ما يعني أن العراق يحتاج الآن 20,000 كيلومتر من الطرق الجديدة المبلطة. أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال شهر شباط الماضي 4.14% و13.13% على أساس سنوي. وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي في الشباط الماضي زيادة بنسبة 13.13% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما حقق المؤشر على مستوى سنوي في قطاع التعدين 16.10% وصناعة التحويلية 14.14% وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.19%. أنهت العملة المشفرة بيتكوين جلسة التداول منخفضة ب 5.13% في أحدث التداولات إلى 39,831 دولار، منخفضة حوالي 2,240 دولار عن مستوى إغلاقها السابق. وانخفضت بيتكوين بنسبة 17.13% من أعلى مستوى لها هذا العام الذي يبلغ 48,234 دولارا في تداول جلسة 28 آذار، بينما هبطت العملة الرقمية إيثر ثاني أكبر العملات الرقمية 6.16% إلى 2,991 دولار و51 سنتا بانخفاض 210 دولارات و86 سنتا عن مستوى إغلاقها السابق. الآن إلى أسعار العملات وصرف المعادن.
ختام الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.